من ملياردير ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي أيام الحصار على البلاد إلى هذا الحال. ها هو سامي أو سامكو يعود إلى الواجهة في بغداد بعد أن نال الجزاء في السجن ولثمانية أعوام. لا يزال سامكو حتى اللحظة أثار جدل بعد مرور أكثر من 20 عاما على حادثته. أنا رجل كنت أشتغل مجمع مشن التايرات، وقسم من الوكلاء كان يلمون فلوس من الناس ويعطوني إياها. على سبيل المثال واحد من الوكيل مثلا يعطيني 10 ملايين، وهو مستلم من الناس 20 مليون، قال مالي غرض بي، قال 10 باقي البقت يما يداور بيها ويا الناس بحجة أن طاهني لي. يعاني سامكو الآن من عمل للألوان وعدم المقدرة على السمع، ويقول إنه يدفع الآن ضريبة الأعمال التي قام بها في حياته السابقة. أنا حاليا حياتي صعبة جحيم، لأن أول شيء أشتغل بهذا الميزان لكوزن السمع ماكو، لكوزن سمع ماكو، إذا أشتغل يوم واحد يريد مني أنا يحكي وحكي الحياة اللي أنا عايشها سبب ذيك الحياة اللي كنت أنا عايشها. هذا سامي. ويطالب سامكو من الناس بالكف عن مضايقته وملاحقته بالصور والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وطوي صفحته وقصته إلى الأبد. من بغداد عرب القحطان، الشرقية نيوز.